بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين. بمناسبة مولد الإمام الرؤوف الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في 11 من ذي القعدة، لربما يصادف يوم الاثنين القادم، نتكلم بعض الشيء عن الولاية ومفهومها. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفي الحديث عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في رواية زرارة أنه عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على 5 أشياء، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. وفي رواية أخرى: وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية. نتوقف عند كلمة نودي، ثم عند كلمة كما، ثم عند كلمة الولاية. وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية، النداء ماذا يعني؟ عندما نتتبع كتب اللغة نجد أن اللغويين ذكروا للنداء معاني عديدة، لكن الجامع هو معنيان. المعنى الأول هو صوت باستغاثة. إذا أنت ناديت واحد مستغيثا به فتقول ناديته، أو أناديه، أو أناديك، أو نادى فلان فلانا. إذا لم تكن هناك استغاثة أو لم يكن هناك صراخ ونداء بصوت عال، اللي هو هذا المعنى الثاني للنداء، إذا ناديت شخصا بصوت عال فهذا يسموه نداء، وإلا الحديث الطبيعي ما يسموه نداء، يمكن يسموه سأله، طلب منه، تحدث معه، خاطبه، بس ما يقولون ناداه. إذا لم تكن هناك استغاثة أو لم يكن هناك صوت عال. لاحظوا مفهوم الاستغاثة، هنا نريد نركز عليه. وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية. الآية الشريفة تقول: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. ونادى نداء باستنجاد باستغاثة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. النداء يعني يتضمن مفهوم الاستغاثة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا. نادى يعني شنو؟ قاعد يستغيث، ابنه قاعد يتلف ويهلك. وأيضا معنى النداء بصوت عال موجود هنا كما في الآية الأولى أيضا: نادى أصحاب النار أصحاب الجنة. نداء لأصحاب النار وين وأصحاب الجنة وين؟ فلازم يصرخ بصوت عال وهو يستغيث في نفس الوقت. الآية الأخرى كمثال على ذلك حتى نعرف يعني شنو وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية. المثال الآخر: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، نداء باستغاثة استنجاد. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وما نودي في هذا النداء أكو استغاثة، يعني شنو؟ الرسول صلى الله عليه وآله ينادي بالولاية، يعني يستغيث بنا لكي نتولاه ونتولى عليا والأئمة من بعده. لماذا؟ يعني شنو يستغيث؟ الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الإمام الحسن يستغيث بنا، يستنجد بنا لكي نتولاهم، يعني شنو؟ توضيح ذلك: الإمام والنبي
عليهما الصلاة وأزكى السلام للأمة بمنزلة الأب الرحيم. شوفوا الأب ما يريد ابنه يضل، ما يريد يضيع، ما يريد ينحرف، ما يريد يسلك طريق النار. فإذا شاف ابنه قاعد يخرج من الجادة يناديه مستغيثا به، ليش؟ لأن الضرر اللي يلحق بالابن يلحق بالأب، لأنه هو قطعة منه، بضعة منه، جزء منه، يحبه. أنا وعلي أبوا هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه الصلاة وأزكى السلام، الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لنا بمنزلة الأب الرحيم. هذا الإحساس إذا تولد فينا كثير من الأمور راح تتغير حقيقة. الأب الرحيم ما يريد أبناء يضلون، لذا يستغيث بينا. ونادى نوح ابنه وهو في معزل، يا بني اركب معنا، قاعد يستغيث به. الإمام بتعبير آخر، النبي بتعبير آخر يحبنا حقيقة. ولذا أنتم سامعين أن الإمام الحسين عليه الصلاة وأزكى السلام بكى يوم الطف على أعدائه، ليش؟ يحبهم، حتى عدوه يحبهم، ما يريد يروح إلى النار، يريد أن يدخل إلى الجنة. هذا عبد من عبيد الله بسوء اختياره يريد أن يدخل النار وبالقوة. الإمام يبكي عليه. وعيسى المسيح عليه السلام يقول أحبوا أعداءكم بهذا المعنى، لأن هذا العدو عبد من عبيد الله. فأنت تحب، أنت تحب هذا العدو لكي تجذبه وتجره إلى طريق الجنة. طبعا إذا أصار وراح إلى طريق النار وبقي على هذا الدرب، طبعا واحد لازم يتبرأ من أعداء الله. لكن المحبة بالعنوان الأولي أو في المحطة الأولى أو في المرحلة الأولى، أو هو مقتضى الطبع الأولي، مو بالعنوان الثانوي، أنه دنس فطرته، إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه. وما نودي الرسول ينادينا بالولاية لكي نتولاه، ليش؟ لأنه هو القائد الذي ينجح هذه المسيرة في الدنيا وفي الآخرة أيضا. القائد إذا صدق قلبه محروق على الرعية يستصرخهم، يستنجد، يا جماعة تعالوا تمسكوا بي أنا القائد، وإلا العدو راح يدهم البلد وسيقضي عليكم. يستنجد، ليش يستنجد؟ يحب رعيته، يحب الناس، يعرف هو القائد الكفوء وغيره ليس بكفوء، راح يسلك بهم مسالك الردى والضلال ويوقعهم في أسفل وادي فيتحطمون أشد تحطم. وما نودي أحد، هناك معنى الاستغاثة متضمن في هذه الكلمة. وما أرق هذا المعنى، إذا واحد عرف هذا المعنى من أبوه أنه كم يحبه، إذا عرفه من أبيه، من قائده، من إمامه، من نبيه، فإنه سيبادله المحبة طبيعية والشوق والرغبة والإطاعة والاتباع.